بحب اعرفك بتاريخي. انا لالو هشتكها، كبير مصممي ومطبلي فرق الزفه، دفعه محمود رضا علي رضا ومحمد رضا. تحب نقول كمان؟ لا كده رضا وحضرتك، انا دفعه احمد حلمي. امرني حضرتك. انا بفكر اطور الزفه. وانت تفهم في الزفه؟ ايه اللي افهم في الزفه حضرتك؟ انا خطبت مرتين واتجوزت مره، غير كده بقى حضرت كل افراح اصحابي وقرايبي. يعني خش في الموضوع حضرتك. انا بفكر اعمل دمج بالنسبه للزفه الفرعوني والزفه المصري. وايه علاقه الزفه الفرعوني بالزفه المصري؟ ازاي بقى حضرتك؟ حضرتك الزفه الفرعوني دي اساسا كانت زمان ايام الفراعنه يعني، وطبعا كانت هي نفسها زفه مصري. وبعدين الزفه الفرعوني لعلمك يعني كليوباترا ما رضيتش تتجوز انطونيا عشان الزفه، اتخانقوا على الزفه. طب وانت ضامن ان الفراعنه دول موهوبين؟ مواعيدهم مظبوطه؟ لا عنك انت بقى المره دي يا دوله. بالنسبه للموهبه حضرتك يعني، فمعروف ان الطفل الفرعوني اذكى طفل في العالم. اسم الله. لحد ما بيموت بيبتدي ذكائه يقل. انا بفكر يعني ان اللبس كله كمان في الزفه هيبقى فرعوني، بالنسبه للالات المستعمله كلها فرعوني، ودي طبعا احنا مش هنشتريها، احنا ممكن ناجرها من متحف عشان نوفر. طب والرقاصه يا دوله؟ لا الرقاصه برضه فرعوني، لان المراه الفرعونيه اقتحمت مجالات العمل من ايام الفراعنه يعني. اسمح لي. والاغاني؟ الاغاني حضرتك معاك الشاعر عادل سعيد، هتحفك باغنيتين للزفه مكتوبين على ورق بردي هتندهش. والالحان؟ بالنسبه للالحان اعتقد انها تبقى الحان فرعوني برضه، هنلم شويه الحان معروفه نعمل لها ريميكس ننزل بيها على الافراح نكسر الدنيا. والورثه؟ الورثه بالنسبه للاستاذ حلمي بكر يعني اعتقد ان هو الفتره دي مشغول بستار ميكر يعني، فمش هيعمل لنا مشاكل ما تقلقش. يبقى كده مفيش غير مكان البروفات ومصاريف البروفات. ما تقلقش المصاريف والمكان موجود عندي حضرتك، ما تشغلش دماغك خالص، بس واضح يعني ان الاسم على مسمى استاذ هشيكه. واضح واضح. يا جماعة يا جماعة، فلوسكو كلها هترجع لكم على داير مليم إن شاء الله مع أول زفة أعملها. يا عادل يا عادل، إحنا مش ضد اللي أنت بتعمله، بس لازم تعرف إن في مستويات بتاعة الأفراحات دي لازم تختار منها. أنا فاهم قصدك يا حماتي، قصدك تقول يعني اللي بيتولد كبير بيفضل كبير واللي يتولد صغير بيفضل صغير. أنا متوقعة إن في خلال فترة وجيزة جدا أنت هتبدأ تزف أفراحنا في الخارج في دول شرق أوروبا، وهتمثل الزفة المصرية بره. ايوه طبعا ده وضع طبيعي، العالميه جايه جايه، انا مش مستعجل. وانا بالنسبه لي كل صحباتي اللي هيتجوزوا قريب هقول لهم على الزفه بتاعتك، بس بشرط ليا نسبتي. خلاص يا ست نسبتك محفوظه، بس اهم حاجه تتجوزي وانا اعمل لك الزفه دي مجاني من عندي. بابا انا عايزه اتجوز. تتجوزي؟ ايه اللي فكرك بحاجه زي كده؟ عشان عايزه اتزف. يا ست تيجي عليا ازف كل يوم وانت رايحه المدرسه، بس انسي موضوع الجواز ده، ده مصاريف كتير. عادل اياك والحرام، الافراح راقصات وخمور. لا يا ماما مش كل الافراح يا ماما، وبعدين حتى لو في حاجه زي كده انا مالي، ما انا طول عمري مثلا ببيع تماثيل، شفتيني مره عبدت اصنام؟ لا يا عادل انت راجل محترم طول عمرك. ازاي راحت علينا دي يا عادل؟ انت ازاي هتوفق ما بين البازار والزفه؟ مسألة بسيطة خالص مش محتاجة ده كله، إيه البازار بالنهار والزفة بالليل. جم جم ايه في ايه؟ يلا خش جوه خش جوه خش جوه يا جماعة بتوع الزفة، جم يلا خش 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 خش. كله على الهوا كله على الهوا كله على الهوا. يلا يا مشرفان. سمعني سلام وتحية للناس المية مية، سمعني سلام ليالي الحلمية. حضرتك سلام ليالي الحلمية ايه؟ مع احترامنا طبعا للأستاذ اسماعيل عبد الحافظ، بس حضرتك احنا زفة فرعوني، يعني ممكن مثلا نسمع سلام الصوت والضوء، نسمع سلام كفاح شعب الطيبة، نسمع سلام طرد الهصوص من مصر كده يعني. نسمع سلام يا صاحبي. بص انت يا صاحبي انا عايز اعرفك، قول من وش يالا. بقولك ايه يا سيدولة، السكة دي انا ما اعرفهاش، ظبط الفرقة واديني عربوني. عربون حضرتك موجود طبعا، اتفضل معلش. هو عربون قصير شوية لكن هو اللي
موجود يعني. هو ده عربونك؟ انا بقى الفرقه دلوقتي عامل لها نيو لوك فظيع جديد. هلبسكوا لبس غريب. رمزي. نعم دولة. روح هات الهدوم يلا. عينيا. هدوم ايه؟ يخرب بيتك. ستوب. جمع ولفة ايه يا اخوانا؟ الكلام ده كلام قديم. احنا زفة فرعوني، كلنا لابسين فرعوني، لازم نغني غنى فرعوني. ايه يا عم القائد، هو انت هتغير في الكلام كمان؟ يا جماعة لازم الكلام يبقى فرعوني يا اخوانا، افهموني بقى. يا دولة بقى خلوهم يا عم يطبلوا بقى يا عم، انا خلاص سخنت على الرأس يا دولة. بس يلا سخنت على الرأس ايه؟ انت مال؟ انا بص اساسا انت مش هتبقى في فرقتي ولا حتى هتيجي تتفرج على الزفة. يا دولة انا لو خدت فرصة واحدة بس في حياتي في الرأس دي هضرب دينا وهقعدها في البيت. يخرب بيت انت طموحك يلا تبقى رقصة؟ انت مش فاهم يلا. ماشي 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 ماشي. ايه ايه هتضربني يعني ولا ايه؟ ماشي ماشي. خد يا رمزي. نعم دولة. خد وزع الورق ده على الفرقه كلها، احفظوا الكلام ده يا اخوانا وهتغنوه معايا دلوقتي. حاضر يا دولة يا كبير. ها اللي هشوفه بيبص في ورقه غيره هسحب منه طبلته. اي حد يلا يقول كلام غير اللي في الورقه ده قول لي يلا. حد يسجر يا دولة. حد يسجر صح. اقعد اقعد معايا يا اخوانا. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. الصلاة على الزين الصلاة على الزين الصلاة على الزين الصلاة على الزين. مين اهو واحد القطرين مين اهو واحد القطرين. دي 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 راع دي 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 راع دي 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 راع دي 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 راع. الحب الحب الهجر الهجر يا الحب الحب الهجر الهجر يا دولة دولة دولة. حلاوتك مش معقولة. يلا ولا ولا ايه ايه المروحه اللي انت مشغلها لي في البازار دي؟ دولة بص احنا بقالنا 10 ايام عمالين نهرف نفسنا بروفات وما جاتلناش لغايه دلوقتي حتى قرايه فاتحه ولا طور حتى. ما يجراش حاجه، السوق نايم دلوقتي بتاع الافراح يعني، اكيد كل الناس الفنانين اللي زينا بيشتكوا يعني، اكيد عمرو دياب بيشتكي وتامر حسني بيشتكي وكل الناس بتشتكي. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. من فضلك يعني حضرتك، وانا انا بفرش شقتي وكنت محتاج شويه تحف وانتيكات يعني او اي حاجه. انت مكسوف ليه قوي كده يعني؟ وانت مش هتدفع فلوس ولا ايه؟ يا دولة يا دولة احنا في عرض زبون دلوقتي يا عم، شويه تخفيضات يا دولة وتسهيلات، فتح مخك. بص بص رمزي. يا اهلا اهلا نورت الدكانة دي كلها حضرتك والله. بص احنا حضرتك عاملين لك يعني تخفيض 90%، موافق؟ موافق. 90% تخفيض؟ طب ما تديله البضاعة ببلاش وتديله فوقيهم 30-40%. لا 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 ما بحبش اخد حاجة ببلاش، الفلوس كتير، اهم حاجة ان انتوا تشرفوني قدامنا سايبي. قدامنا سايبك؟ افهم من كده ان حضرتك متجوز؟ لا لسه متجوزتش، الجمعة الجاية ان شاء الله. ايه ده؟ تتجوز لسه الجمعة الجاية؟ لا ألف مبروك ألف مبروك. أيوه ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. أيوه أيوه حضرتك. لا لا معلش معلش حضرتك، يعني اتفقت مع فرقة زفة ولا لسه؟ لا لسه 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 لسه. بص حضرتك انا ممكن اخدمك خدمه جامده جدا، انا ممكن اخدك مقاوله، البضاعه اللي انت عايزها كلها اديها لك، وغير كده كمان انا ممكن اعمل لك الزفه، وزفه مش اي زفه، زفه فرعوني. زفه فرعوني؟ حلو ده حلو ده. ايوه يعني زفه هتدخلك التاريخ يا ابو العرسان كلها يا ابو العرسان كلها. بص حضرتك الزفه هتطلع ان شاء الله من سقاره كاريتا فرعوني، انت والعروسه هتركبوا، لا انت لوحدك تركب، والعروسه هتكون بقى عند الكوافير في المعبد، واخد بالك؟ نقوم احنا بقى ايه ورايحين لها بالكاريتا كده، وتاخد العروسه ونقوم طالعين عند سقاره مثلا، ولا نروح لا عند الهرم الكبير. اخد حضرتك بقى بالكاريتا كده اهو، نلففك حوالين الهرم الكبير، حوالين الهرم الكبير، يكون حماد بقى اللي هو ابو العروسه شايفينه نازل من الهرم الكبير، نازل جري نازل جري خايف. ليه 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 ليه, ليه؟ الهرم الكبير نازل من خوفه. بعد كده بقى ايه نقوم واخدين العروسه وموديينها على النيل، ونقوم رمينها في النيل وتننا راجعين على طول علشان تبقى عروسه النيل. لا حمار 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 غبي، انا حضرتك يعني ما تقلقش خالص. بس على فكره الزفه دي ما حصلتش، هتشرفك قدامنا سايبك وقدام العالم كله. زفة
زفة فرعوني. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. زفة فرعوني. والزفة دي على فكرة مش هتكلفك كتير خالص، يعني الزفة دي ممكن تخش لها مثلا في 2000. شو يا دون؟ ايه كتير كتير ده؟ ايه 2000 مبروك، 2000 مبروك. الزفة دي ب 500. 500؟ ده انا كنت عامل حسابي في 1000 جنيه. ما هو 500 دول اللي هم العربون، وبقيه الألف بقى اللي انت عامل حسابك عشان الزفه تدوم لنا يوم الفرح ان شاء الله. حلو ده. ادي ال 500، ادي ال 500 جاهزين اهو. يا متشكرين قوي، متشكرين قوي. ان شاء الله ان شاء الله ميعادنا باذن الله يوم الجمعه الجايه الفرح. حلو. باذن الله يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ناخدك، هنعمل لك زفه ونعمل لك فرح ان شاء الله. تطلق بعديه على طول. الزفه الفرعوني. الزفه الفرعوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماما. نعم. اهو الخضار والفاكهه جبتهم، اعملوا لنا اي حاجه بقى ناكلها. جبت الفلوس يا عادل؟ جبت جزء من الفلوس، اي حاجه انتوا عايزينها تحت امركم. ربنا يكرمك يا حبيبي. بقول لك ايه، اي عروسه تزفتوها بقول لي على اسمها. يعني يا بابا يعني هجيب لي المريالتين السنه دي؟ هجيب لك يا حبيبتي المريالتين، وهجيب لك كمان كشكول من ابو سلم. عادل اخيرا استثمرت موهبتك لاسعادنا جميعا. ابي عادل، انا عندي واحده صاحبتي بتموت في الرقص، اجيبها لك تشوفها تنفع ولا لا؟ اهم حاجه ملامحها فرعونيه. هي اصلا من المنصوره. من المنصوره؟ لا اكيد ملامحها مش هتبقى فرعونيه. بقول لك ايه عادل، العروسه دي يعني عايز اعرف كده، هي من عيله كويسه ولا عيلتها كومبلونش؟ لا كومبلونش ايه، لعلمك بقى العروسه دي من عيله كبيره جدا، عيله المرتعلي، ودي من اصل فلبيني. كده انت طمنتني عشان انت عارف الفنان كرامه. عادل انا عندي طلب يعني يكاد يكون يعني صعب تحقيقه، او يكاد يكون مستحيل تحقيقه اصلا، بس هو طلب يلح عليا اني اطلبه منك. حبيبتي اطلبي كل اللي انت عايزاه. هو انا عندي طلب يعني هو معنوي قوي. ايه هو بقى؟ انا نفسي اتزف. تزفي قوي قوي؟ انت ممكن لو لبست بيجامه من البيجامات اللي عندك دي ونزلت الشارع العيال الصغيره كلهم هيزفوا. لا يا عادل انا عايزه اتزف زفه فرعوني مش زفه عيالي. زفه فرعوني؟ بص يا رانيا هيبقى صعب اوعدك بحاجه زي كده عشان الناس ما يقولوش يعني ان انا استغليت المهنه الجديده اللي انا شغالها وبزف مراتي. انا مش عايز احراج، مش عايز احراج. بعد اذنك يا رانيا انسي موضوع الزفه ده خالص. فرح الأرديحي ده. هي فين الزفة دي يا سي خالد؟ بنتي أنا تتجوز من غير زفة؟ يا حماتي هم جايين، أنا دافع 500 جنيه عشان الفرح دوت، وبعدين في زفة فرعوني يا حماتي، زفة فرعوني هتعجبك قوي. أنا حايس عنك إخواتي عشان الليلة دي تعدي على خير. يلا خش بالدي جي. لا دي جي إيه؟ الزفة الفرعوني وصلت والأول مرة في مصر. نزل لي بقى العريس والعروسة عشان الشمس تتعامد على وش العريس فيولع. ما تقلقش ما تقلقش، الزفة مية مية يا معلم. يلا يا فندية، 1 2 3. اقصدوا المقابر يلا يا اهل الخير تعالوا، جمع وحنط والله وتفالوا اللي قالوا. زوروا المقابر يلا يا اهل الخير تعالوا، جمع وحنط والله. فرعوني لازم حضرتك تشجع مصر يا فندم. كنا عملناها في المتحف احسن. متحف ايه؟ ما المتحف مش فاضي حضرتك، سيبوه اسمنا لو سمحت يكمل شغله. زوروا المتحف.